بيوم من الايام تركيني انا وتيم بدون اكل مشان تروحي تشوفي رفقاتك. انا سالتك من امبارح وقايل بدك تروح تتغدى عند امك ورح تاخذ تيم معك، مشان هيك اخذت راحتي شوي بالوقت. ايوه انا ما قلت شيء، بس بعد ما لبستيه لتيم وطلعتيه على الصالون الولد بلش يبكي وينق، ما بدي يروح لعند سته. ابصر شو حاكي عليها قدامه. ابن 3 سنين شو بدي يكون حاكي يعني؟ شو لك؟ اخي ما عاد انضرب على قلبي واطلع من البيت منيح هيك؟ بس انا ما قلت هيك. شايفك كيف صاير عصبيه؟ بعدين ما تروحي تبدلي ثيابك هلا بتعبي ريحتهم. ليش انت اللي رح تغسلهم؟ ولا على قولتك؟ على كتر الغسيل بينهروا. يعني انا ما عاد فيني اقول ولا شيء؟ كل شيء بدي احكيه بدي يطلع له ايدين ورجلين؟ بلشوا كلهم. تيم مامي يلا! انا اكلت حواضر ما بدي اكل، طعمي تيم بس.